فوضى وما يمكن أن تؤديه من نتائج. اليوم دفن ابن الشيخ عبد السلام البحري، صورنا جزء من مراسم الدفن كما تشاهدوها في المقبرة، واحتشد أصدقاء وأقارب وأهالي القتيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين الأمثل فالأمثل فالأمثل، إن أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي أبتلاني باستشهاد ولدي، ولكن أود أن أشرح لكم أن ابني هو له انتماء مع الإصلاح. أولادي بشكل عام بصفتي أنا منتمي مع الإصلاح، وأنا من دفعت بهم إلى الإصلاح. فحينما حصل منهم ما استنكرته منهم، وحضرت معهم للخيام، وكنت أبرر رأي الإسلام بقناعة مطلقة، اشتكوا بي لعند ولدي، وحصل بيني أنا ولدي شبه فرقة ولكن لم تكن قطيعة. فبعد أيام التقيت ناوية في المنزل هذا، وجلست مع ولدي وتناقشت ناوية، واقتنع اقتناع كامل أن الوضع الذي هم فيه على خطأ. بعد ما غادرت البيت أنا تم استدراجه، ولم أعلم إلى أي اتجاه. فبعد أن بلغوني أن ولدي قد استشهد، ظننت أنه كأمثاله، فلم أعير الموضوع أكثر اهتمام. اتصلت وبلغت عيال عمه في صنعاء، وقلت ائتوني بولدي ادفنه عندي، وبدون تفاصيل. فحينما اتصلت بالتلفون جاوبني واحد يدعم جهة سعيد مهدي، قلت له هل من كان جوار ولدي في ساعة استشهاده؟ قال لي في من يوجد اسمه حسن الهنومي. قلت له ائتني به. قال انه نائم. قلت وان كان. فاتاني به، فبدأت اساله واطرح له اسئله، أسئلة أب محروق على ولده. فحينما ارتبك في الأسئلة وحدد أماكن غير مقصودة ولا هي مستهدفة، وحدد أماكن مستهدفة ومقصودة، وحدد مكان ولدي في عدة مواقع في نفس اللحظة، مما حرك مشاعر الأب على ولده، فاندفعت مسرعا إلى صنعاء، وطلبت من المحافظ منحي الترخيص، كانت الطريق مقطوعة، واندفعت أنا بمجموعة كبيرة حتى وصلت مكان الحادث. فحينما وصلت أنا واستشهدت الموضوع بنفسي، لم أتوقع ولم يتخيل أي إنسان أن مثل هذا الأمر تحصل. أنا بلغوني أن ابني قتل بصاروخ، قتل بقذيفة، قتل بكذا، قتل بكذا، وكنت أحتمل الصدق لكل ما ورد إلي. لكن حينما اختلف الموضوع وصلت أنا أولا إلى المستشفى، مستشفى العلوم والتكنولوجيا، فقلت أسألكم بالله ضعوا أنفسكم في مكاني، وهل هذا مش ابنكم؟ هو ابني، واعتبروا أنك أب، ضعني في الصدق، أين قتلي؟ قال في الشارع وبطلقة واحدة. قلت استغفر الله، كلوني ابني، رأيت ابني مقطع إرب. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، طلقة واحدة. قال التصاريح عندنا هكذا، إعلان دفن مكتوب فيه طلقة واحدة، تستلموا مننا هكذا، ومجهول، تستلم الجثة مجهولة، لم يعطي لك أي وثيقة. طيب هذا ابني كان له رغبة معكم اندفاع، وعد باقي من عيالي الكثير، طيب راعوا مشاعري كأب، لم يعطيني هذا. فاضطريت أسأل على المكان الذي استشهد فيه، فوجدت هناك مجموعة عماير لبنك سبا، فيها مجموعة اسمه حي النهضة، أربع عماير محيطة على عمارة واحدة، أربع عماير محيطة وعمارة في الداخل، الدور الأرضي فيه، موجود في الدور الأرضي مكان استشهاد 51 بريء، يعني لم تكن قذيفة وصلت إليهم، ولم يكن تفجير مخزن كما توقعنا أو كما ذاعت التلفزيون أن هناك تفجير مخازن في حي النهضة، إنما كانت هناك عبوة ناسفة تم فيها ربط 51 إنسان، أو استدراجهم أو خديعتهم، الله أعلم كيف تمت يعني. المهم أن أحد القيادات ابنه كان بجوار ابني، لأن أنا اشترطت على ابني، قلت يا ابني لا تكون في مكان يكون فيه قيادة الإصلاح، بحيث أننا أضمن أن ابني ما يستدرجش لا مكان هلكة.
أحد القيادات كان جنب ابني، أستدرج ولده وخلوا ولدي، والله لا أعلم كيف تمت. كان قلبي يحس أن ولدي مقتول، لم يأتي في مواجهة ولا في معركة ولم يدخل أي مكان، بناء على ما اتفقت مع ابني يظل له هذا الموقف. فحينما وجدت الانفجار من الداخل، دفع بالجدارات المحيطة بالمبنى إلى الخارج، ولم ترى أي قذيفة دخلت أو سقطت أو وصلت إليهم أبدا على الإطلاق، كما يدعي أي إنسان، ولا حتى مخازن تفجرت. هم يقولون أنه صاروخ أتى من، لم يأتي صاروخ، أنا طفت البيت ولدي طاف البيت، حتى أن ولدي الثاني قال يا أبتي والله لقد سألت اللي كانوا بجواره، وأنه تم كلمة السر بينهم أن العمارة ستتفجر، وانبعدوا على العمارة حتى عن حولها، ابتعدوا عنها تماما ولم يبقى إلا من أرادوا إهلاكه. طيب كيف لما خرجت ابنك من العلوم التكنولوجية؟ خرجت ابني بعلوم من العلوم التكنولوجية بواسطة عدة أشخاص وعدة وساطة وعدة ناس، وحتى أمس الليل كانوا هنا عندي، أكثر إحنا ابنك مننا ونحن نحترمه ونحن نعب، قلت لابني منكم اطرحوا الدول ابني أدفنه أنا تستقر عيني. فحينما وصل ابني مقطع إربا حمدت الله وشكرته، وعرفت إن الزيادة في البلاء زيادة في الأجر مهما كان، وإن الظالم إنما يستعجل النصر لغيره، لا يمكن للظالم أن يحصل على النصر أبدا. أنا أوجه بكلمتي الأخيرة إلى كل أب وإلى كل أم وإلى كل يمني مخلص غيور يعلم إن الله سبحانه وتعالى وأن النبي اللهم صل وسلم عليه لم يعطينا منازعة الحاكم أو الفوضى أو يعطينا أبسط ذريعة. الله خلقنا وأعلم بنفوسنا وأعلم بنفس الحاكم، فقال لا تنازعوا الأمر أهله، لا تنازع الحاكم فيما لا يريد، احسن الأدب في الكلام، احسن الأدب في الطلب، احسن. وهذا رأيي من أول ما بدأت الاعتصامات، وأنا دفعت ثمن رأيي ولا زلت عند رأيي، فلن يحيقني عن رأيي أو يعيدني عن رأيي لما يريد أي إنسان على الإطلاق أبدا، لا يمكن أبدا مهما كان. وابني قليل وأنا قليل في حالة تحقيق المبادئ، فمن سبقونا من غير المسلمين كانوا من أجل أفكارهم ومن أجل مبادئهم يعطوا رقابهم يعني. ولا أدلل أقرب مثال على ما قال جاريلو عندما قال This is round، يعني ما قالوا حكمت عليك المحكمة بالإعدام، قال ومع كل هذا الأرض كروية، قناعة اقتنع بها. فنحن مقتنعين أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام لن يعطينا على الخطأ، وإنما يتعلل به بأنه قال لرجل لعمر بن الخطاب إذا أعوججت سنقومك بسيوفنا. طيب احنا نقول قال رسول الله، قال الله، قال رجل لعمر بن الخطاب، طيب لا قال له قال لقوم عجاجك ما قال لخرجك، أيضا قال كلمة حق عند سلطان جائر، فكلمة الحق مطلوبة والآن قريبة بأي وسيلة تقدر توصلها، ما قالش تخرج السلطان من مكانه، قال تقول كلمة الحق وتثبته في مكانه. كل الأحاديث وكل الآراء وكل الآيات القرآنية تثبت الحاكم على حكمه بدون منازع، هذا شرع الله ونؤمن به ونعتقد، وعلى الله سبحانه وتعالى السداد والنجاح، وشكرا لكم.